الدولفين، مجتمع الرقي، الأناقة، الثقافة. بما أن متجري في كانترلوت قد لاقى نجاحاً كبيراً، فمن المنطقي أن أفتح واحداً هناك أيضاً. كنت ناصر، لماذا يبدو وجهك هكذا؟ أو بينكي عزيزة، إنها مجرد رحلة عمل لي، أحتاج للبحث في المدينة عن أفضل مكان لمتجر الجديد. وبما أنك رائعة وأنت منبهرة، فبالتأكيد لن يكون هناك فرصة لي حتى أنجرف في طاقة وجمال وجلال أعظم مدينة في كل إكويستريا. هذه المدينة مدهشة حقاً، بها كل شيء مطلقاً. وستصبح أروع، فقط حذري من رأيت. ميد، واو، واو، بيل، أتعرفين كيف تنطق؟ تنطق مود. مهرتي الصغيرة، سألت عن معنى الصداقة. مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة. مغامرات، لعب، مرح، قلب نقي، فتكم فرح. هي الرتا، هي العمل، وهي تطفي وسع الأمل. يا الصداقة حب يسري على الدوام. مهرتي الصغيرة، هدية مود باي. أنتن يا بنات عائلة باي لديكن ألطف عادات. كل سنة تخصصون يوماً خاصاً لقضائه مع بعضكن. أجد، أنا أفصل الرحلات عن بعضها وتكون مريحة جداً باختيار مكان مختلف كل عام. نشاهد العالم طيلة اليوم ونتبادل الهدايا عند الغروب. وبما أن مود لديها الحفلة الغنائية في الأدوار، فرأينا أن هذا المكان سيكون الأفضل البست. حسناً، ما هو السر؟ ها؟ لقد قلتي بست. لا يا حمقى، بحسين دال. يوم تبادل هدايا شقيقات باي. مود، بولدر وعد قريبه ببطاقة تذكارية. حسناً، سأترككما أنتما الاثنتين لبست، والآن سأذهب لأبحث عن مكان لمتجري الجديد. قبل ذهابك، هل أسألك سؤالاً سريعاً؟ أوه، بالطبع. هل أساعدتني أرجوك؟ فقط لو تركتي ساقي ونهضتي فوراً. كل عام هدية مود في هذا اليوم دائماً ما تتصل، لكن هذا العام سيكون مختلفاً لأول مرة. أخيراً سأحضر لها هدية جيدة مثل الهدايا التي تحضرها لي. هناك متجر خاص هنا في منهاتن لا يبيع شيئاً غير حقائب الحجارة. حقيبة الحجارة ستكون ممتازة لبولدر، وأعرف أنها ستعجب مود. فعلاً يا بينكي، إنها حقاً الهدية المثالية لمود. أعرف، صحيح. المشكلة هي أن المتجر يقع في وسط البلدة. وتريدين شراء حقيبة لمود بدون إفساد المفاجأة. إنك محظوظة، أعرف بالتحديد ما يجب أن تفعليه. لما لا تشاهدون مناظر المدينة الموجودة في طريق المتجر؟ هكذا مود لن تشك أبداً. سآتي معك وأشتت انتباه مود. ف أستطيع أن أتسلل لأختار حقيبة حجارة، وستأتين معنا للبحث عن موقع لمتجرك. إنها خطة ممتازة. أجل، دعينا لا نتحمس زيادة حتى تحصلي بالفعل على حقيبة. بالطبع، فهمت بلا شك. لا شيء أعجبه. سأعطيك أروع هدية في تاريخ هذا اليوم. أوه، يا له من منظر رائع. تستطيعين رؤية كل شيء من هنا، خاصة مكان التزلج المائل. منظر فتان. لا يصلح. العمل في مكان بهذا الحجم سيفقدني عقلي. تماماً كما ستفقد مود عقلها عندما ترى الهدية التي سأعطيها. مهما كنت ستقولين فلن يكون جيداً كهدية مود. ستسعدين بهديتي لك أيضاً. بينكي، اتركي هذا القلم، إن مطعم الشيف كينتر ليس من هذا النوع. الشخص يمكن أن يتعود على الأكل في أماكن كهذه.
أعرف، إنه المطعم الوحيد في المدينة الذي به حجر نيفلين ساينايد في حوائط حمامه. إذن أليس هذا شيئاً؟ أتعرفين يا بينكي؟ ربما تساعدينني فيما سوف أطلبه من هنا. نحن قريبون جداً من متجر الحقائب، إنه على بعد مبنى بالفعل. أنا أشمه من هنا، لو أنني أعرف رائحته. حسناً، تذكري الخطة، سأبقى لأشتت موت حتى تذهبي لشراء الحقيبة. فهمتك. أوه، أشكرك لمساعدتك اللطيفة يا بينكي باي. الآن أعرف بالتحديد ماذا سأطلب. على الراحب والسعى يا راريتي. الآن اسمح لي، سأذهب لأخسر حوافري. آسفة. يا مود، إن هذا البولدر شخصية مثيرة بشكل كبير. يجب أن تخبريني كيف تقابلتما؟ كانت ليلة حالكة وعاصفة، لم أكن أعرف أن حياتي ستتغير إلى الأبد. انظر إلى حقيبة الحجر ذات اليد المطرزة بعشرة آلاف خيط ولونها مخملي، ستعجب بعض. المتجر مغلق. أخذت أجازة مفاجأة إلى كانترلوت مع أحفادي، سأعود بعد أيام. لا 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 آنسة، من الواضح أن المتجر مغلق. لكن هذا مستحيل، فقط مستحيل. لو لم أشتري الحقيبة فليس فقط أنني لن أهدر لشقيقتي أفضل هدية في تاريخ البست، لكن الآن لن يكون معي هدية البست لشقيقتي مطلقا. وقد ظل بولدر بجانبي منذ هذا الوقت. واو، يا لها من قصة مفاجئة ومثيرة. لقد رأيت تماما ما ترينه فيه. بينكي باي، لقد عدت. إن حوافرك تبرق من النظافة. ها؟ فعلا. أيها النادل، طلب كريمة مثلجة كبيرة بالشوكولاتة الساخنة. ماذا حدث؟ هل اشتريت الحقيبة؟ أخبريني أي شيء. المتجر كان مغلقا لأن صاحبه ذهب في رحلة إلى كانترلوت مع أحفاده، وهكذا لن يكون هناك هدية، وسيكون أسوأ يوم لتبادل. يا عزيزتي، علي فقط أن أساعدك في إيجاد هدية أخرى. لدينا الكثير من الوقت قبل تبادل الهدايا عند الغروب، ولدينا كل منهاتن. علينا إيجاد شيء ستحبه أكثر من حقيبة الحجارة. أنت محقة، شكراً راريتي. مود، ألاحظ أنك تحدقين في هذه الزرافة المذهلة. كنت أتساءل لو أنك مثلاً تجدين نفسك فيها. فقط لو لدي مرآة. الآن مود، أعرف أنك معجبة بالحجارة، فهيا جهزي كاميرتك، لأن هنا أجمل حجارة موجودة في منهاتن. ربما يوجد ما يجذب انتباهك. بولدر يقول إن كلها متلاصقة. حسناً، أنت وأنا يا مود، أنت وأنا. ما رأيك بهذا؟ أو هذا؟ أو هذا؟ أو هذا؟ أو هذا؟ أو هذا؟ أو هذا؟ 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 إنه مثال أنيق للتمدد الحراري واستقرار التربة. كل هذا وأعجبها الشق. هل أعجبها شيئا؟ شقيقتك هذه من الصعب والمستحيل التسوق لها، لا تريد وتحتاج أي شيء. بولدر، بولدر، إلى أين ذهبت يا صديقي؟ ها أنت، متأكدة أنني أحتاج شيئاً أحملك داخله. حقيبة الحجارة كانت الهدية الأمثل لماض، وأعرف أنها كانت ستحب التي رأيتها في المتجر. كان بها خياطة مزدوجة ورسومات حمراء.
قماش مخملي أزرق مثبت عليه أشكال صفراء. أجل هذه الحقيبة. لحظة، كيف عرفتي؟ لأنني أنظر إلى واحدة مثلها. ربما لو لحقت به يمكن أن معذرة سيدي، لم أستطع منع نفسي من ملاحظة حقيبتك الأنيقة. هل هناك فرصة أن ننوي التخلي عنها؟ حقيقي أحتاجها فعلا جدا. إذن دعيني أكون صريحا جدا، أنت تحتاجين الحقيبة جدا، ها؟ أجل، قد قلت جدا جدا جدا. حسنا، تعرفين حقائبك هذه من الصعب العثور عليها هذه الأيام، لكن مستعد أن أتنازل لك عنها بسعر جيد. ستبيعها لي؟ وأخيراً سأتمكن من إعطاء شقيقتي أفضل هدية ليوم تبادل الهدايا. شقيقة، أشكرك أشكرك. إن لديك مدفع حفلات لطيفاً جداً. سأخبرك بشيء، سأكون سعيداً بإعطائك الحقيبة بسعر زهيد مقابل المدفع. حسناً، لو تريدين حقاً إعطاء شقيقتك الهدية الأفضل، إذن عليك أن تتنازلي عن مدفع الحفلات. إذن ما رأيك؟ الحقيبة مقابل المدفع. أترين العقيق الذي يظهر من الشق؟ في الأغلب؟ إلى ماذا تنظرون؟ أوه، لقد عدت عزيزتي. أريد أن ألتقط لك صورة أخرى مع هذا الشق البديع، والإلهام قد قادني إلى لقطة ممتازة. كوني لطيفة واذهبي لتقفي خلفه. حسناً، الآن أعودي قليلاً إلى الخلف. أكثر قليلاً، والآن فقط 20 ياردة أخرى. ممتاز، حافظي على وقفتك. أظننا وجدنا بطاقة تذكارية. إذا ماذا فعلت؟ أخبريني. هيا هيا. حسناً، أحضرت حقيبة الحجارة لمان. هذا حقاً الشيء الوحيد المهم. أوه، سعيدة لسماع هذا، سوف تعجبها جداً. أجل أجل، فقط أحضرت لأختك أفضل هدية ليوم البست في تاريخ الهدايا، وكل ما تقولينه أجل؟ أجل. لكنك بينكي باي، من المفترض أن تقولي متحمسة جداً لشراء الحقيبة. وأعرف أنني أقول متحمسة كثيراً، لكن في الواقع هذه المرة أنا متحمسة جداً. أنا متحمسة جداً لتحمسي بشراء حقيبة الحجر. صحيح، أين مدفعك؟ هل فقدتيه؟ هل ضاع مدفع الحفلات في مكان ما في المدينة؟ حسناً، لن أقول إنه فقد، أني أعرف أين هو، فقط أرى أن هناك ما يضايقك وأريد المساعدة، لكن لا أستطيع المساعدة حتى تخبريني بما حدث. في الواقع لا مشكلة، لكن فقط اكتشفت أن ثمن الحقيبة الحجارة في منهاتن هو مدفع الحفلات. غريب. هل تخليت عن مدفعك؟ لكن مدفع الحفلات هو كل شيء لك، بلا شك تحبين هذا المدفع. كيف يمكن أن تبادلي بشيء يعني الكثير لك؟ حسناً، أخيراً أحضرت لماض هدية جيدة كالتي تحضرها لي دائماً، وهذا حقاً كل ما يهم. حسناً، أظنني فهمت. ربما ماض ستكون سعيدة جداً. لا أستطيع الانتظار حتى أرى النظرة على عينيها عندما ترى الحقيبة. أعرف الكاميرا تحب بولدر. بعد اليوم الذي مضيناه، فأنا فعلاً أتوق لرؤية جزء تبادل الهدايا في يوم هدايا شقيقات الباي. ولست حتى من شقيقات الباي. لا أستطيع الانتظار لأرى الهدايا الرائعة التي تتبادلنها. حسناً، سترينها مؤكد. لا نتبادل فقط، إننا نغني دائماً أغنية يوم تبادل الهدايا. مستعدة مات؟ كما أكون دائماً. أغنية يوم هدايا شقيقات الباي. أوه، حسناً، وقت تبادل الهدايا. شكراً. كنت أعرف أنها ستعجبك، كان الأمر يستحق. انظري كم هي سعيدة. لما كنت سأنجح بدونك. أشكرك راريتي. حسناً، حان وقت أن أفتح هدايتك لي. أه، فعلتها مجدداً. أهدرت لي أفضل هدية في تاريخ البس. هذا ممتاز، هذا رائع، هذا مدهش، أحبها.
قطع صغيرة من الورق الملون الفواح، أتعرفين؟ للاحتفال، من أجل مدفعك. ماد، أنت تعرفينني جيداً، أنت حقاً أفضل شخص يشتري هدايا في العالم. أنا أحبها إلى الأبد، لا أحبها أكثر من الأبد. أنت محقة، هذا مؤثر، لكنه ليس شقاً في الطريق. كن لطيفاً. أنا سعيدة جداً أن الحقيبة أعجبتك، خاصة مقابل ما تخلت عنه بينكي لتحضرها. ماذا؟ أعني انسي ما قلت. أعني أنا سعيدة لإعجابك بالحقيبة، تذكري هذا فقط، انسي الجزء الآخر. أتفهمين الجزء الذي قلت فيه أن بينكي تخلت عن شيء ل... يجب أن أتوقف عن الكلام. لا شيء. أحب شقيقتي وأوراق الاحتفال. لما لا تستخدم مدفع الاحتفال؟ متسخة جداً، يجب أن أذهب للاغتسال. أين مدفعها؟ لا لا، توقفي، توقفي عن النظر إلي، لا أتحمل. بينكي باي شعرت بالخجل لأن الهدايا التي تعطيك دائماً ليست جيدة. ماذا؟ لذا قررت التخلي عن مدفعها لتشتري الحقيبة. تخلت عن مدفع الاحتفال. بينكي باي، أظنني أعرف ما الأمر. تريدان أن تركب البجع. حسن، إنها مراكب البجع، لكن هناك بجع حقيقي هنا نستطيع أن تخليت عن مدفع الحفلات. انتصرت علي. أنا فقط تهضرين دائما لدي أفضل مني، لذا كان علي أن أحضر أفضل هدية. هل حوافرك متسخة؟ لأعيد مدفع الاحتفال. هناك. أجل، إنه المهر الذي أخذت منه الحقيبة. هذا مدهش، كيف عرفت أين سيكون؟ حاسة مود. تشي في العائلة. أريد إعادة هذه الحقيبة مقابل مدفع أختي. آسف يا أنسة، إن البيع نهائي. أريد إعادة هذه الحقيبة مقابل مدفع أختي للاحتفال، أرجوك. أوه، لم أرها هكذا من قبل، انظر للنار في عينيها، من الأفضل أن توافق. نار في عينيها؟ أوه، هل أطبقت على فكها؟ أظنها أطبقت على فكها. لم أرى. أوه لا، عندما تطبق فكها، أتعرف ماذا يعني هذا؟ ماذا؟ ماذا يعني؟ ثق بي، لن تريد أن تعرف هذا. أريد إعادة الحقيبة. خذي، تفضلي، تفضلي، أرجوك، فقط أريحي فكك هذا وأطفئ النار في عيني. مون، أنا سعيدة جدا لأنك أعطيني مدفع الحفلات. لقد أدركت شيئا، لأنك أعطي حقيبة من أجل المدفع، فهذه ثانية هدية تحضرينها لي اليوم، وهذا شيء كنت أريده حقا حقا، فعلتها ثانية. هداياك دائما أفضل مني، العام القادم سأحاول أن أحسن من نفسي. بينكي، إعطاء الهدايا ليست مسابقة، إنها تعبير عن الحب، وتتأكدين من إعطاء هداياك بكثير من الحب، ولهذا سأحبهم دائما، وأحبك إلى الأبد، وأكثر حتى من الأبد. ها أنت، مؤكد كنت تغسلين حوافرك، لدينا قطار لنلحق به. أعرف، لكن هناك مكان آخر يجب أن ترياه قبل أن نرحل. بيت المستقبل، راريتي من أجلكم. ما رأيكم بالمكان؟ أهو الموقع الصحيح؟ اخترت موقعاً جيداً؟ لا، اخترت موقعاً ممتازاً. أتعرفين؟ أظن أن هذا أفضل مطلقاً، لكن لا أستطيع أن أنتظر حتى لحظة، ماذا تعني؟ لا، ده شين باء ميم راء، إنه تقليد جديد اخترعته أنا ومود يوم تبادل هدايا شقيقاتي باي مع راريتي. أوه، هذا حقا لطيف. أوه لا 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 لا، أعرف كيف أنكم جيدون في اختيار الهدايا، يجب أن أحضر لكليكما شيئا رائعا، ولدي عام واحد لأفضل.
منك الآن. بما أنك ذكرت هذا، أستطيع أن أحصل على أوراق أكثر مدفعي. لن تصدقي كم من المواقف التي أحتاج فيها لاستخدامه. تمثيل أبل بلوم أسماء عبد الحميد، أبل جاك، وسام نادي، فلاتر شاي أمل عبد الله، بينكي باي أنجل بستاوي، رينبو داش ناريمان يازي، راريتي جيسي عادل، سكوتالو أسماء عبد الحميد، سبايك حمدي عباس، توايلايت سباركل رشا حمدي، ترجمة جيسي عادل، إخراج الحوار أحمد عبد الحميد، إخراج الغناء مروة عبد الغفار.